مجلس الإدارة استشعر أهمية تسييس العملية علشان ما يكون في خلينا نقول انحراف ولا يكون في مثلا سهو في عملية تمكين المرأة في البنك. فوضعنا سياسات عامة، يمكن خلينا نقول احنا من أوائل البنوك اللي أنشأنا سياسة عامة لتمكين المرأة في البنك، أعطيناها حقوق، أعطينا عليها واجبات، وأيضا حسننا من بعض خلينا نقول الإجراءات الإدارية اللي تساعدها في إنجاز مهمتها وعملها على أكمل وجه. احتياجات المرأة من التدريب نتابعها بشكل مستمر، احتياجاتها من التعليم قبل التدريب المهني، من التعليم وفرنا الكثير من الفرص لتدريب قبل تدريب المرأة، لتعليم المرأة جامعيا ومن ثم تدريبها لكي تتمكن من الأمور العملية في هذا القطاع. لابد من وجود تكافؤ الفرص للمرأة مع الرجل في هذا القطاع. المرأة اليوم تمثل عامل مهم في نمو الاقتصاد، خلينا نقول هي عنصر فعال، وبدونه ما ممكن تستمر التنمية في المجتمع البحريني أو في أي مجتمع آخر.